مساء الخير مزور خبيبي، انا زي ما انت شايف خواجه وجاي لك في مصلحه. اهلا اهلا، نورت يا خواجه. اهلا اهلا مزور خبيبي. تشرب ايه؟ اشرب شاي. تشرب ايه خبيبي؟ خلاص قلت لك يلا نشرب شاي. اتفضل يا خواجه، لسه مزورها لك بالنعناع. انت بتزور كده كل حاجه في حياتك؟ حتى الصلعه دي مزورها. خبيبي انت بتزور خمسات بس؟ بصراحه رسمتها سهله والوانها رخيصه. انت عبيط خبيبي. لا ما اسمحلكش، انا بروفيشنال جدا لعلمك. والورقه بتترسم معاك في قد ايه؟ يعني تقدر تقول الورقه الواحده بتاخد 10 ساعات رسم. خبيبي انت لو اشتغلت اي حاجه في الدنيا 10 ساعات هتجيب اكتر من 5 جنيه. بصراحه ما بعرفش ارسم غير ورقه الخمسه، هي الوحيده اللي ما فيهاش اصفار. خبيبي خبيبي في هبوط في الطموح. برسيني وانا دايس معاك في اي تزوير. انا جاي لك بعمليه العمر، هنزور الموناليزا. ادي يا سيدي الموناليزا، لسه كنت بتمرن عليها. حبيبي انا عايز ازور اللوحه الاصليه، مش هطلع لها بطاقه. بس يا جدع دي واخده ضجه على الفاضي. حبيبي انا بكلمك في لوحه تساوي ورق اخضر، بس انت شكلك لسه اخضر. لعلمك الخمسات اصعب بكتير. والله لا، الخمسات دي تديها لبنتك وهي رايحه تجيب حاجه من كانتين. مين متخلف غيرك ممكن يصدق ان دي الموناليزا الاصليه؟ ما العالم كله عارف ان الموناليزا لا مؤاخذه في اللوفر، حتى بص مش لابسه بلوفر. يعني مفيش ملايين الدولارات، مفيش ورق اخضر. ما تزعلش يا خواجه ما تزعلش، عندي طلعت خمسات حراقه. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. مبروك عليك عزيزي المشاهد طلوع الشنجن، أنت مسافر فرنسا. الأحصاءات بتقول إن في زيك 90 مليون واحد تقريبا هيزوروها السنة دي. أيوه عزيزي المشاهد، فرنسا بيجي لها سنويا أكتر من عدد سكانها اللي هو 67 مليون. 90 مليون متخيل؟ بيعملوا إيه؟ بيتمشوا في شارع الشانزليزيه، بياخدوا صور وهم حاطين إيديهم على برج إيفل، بياكلوا كتير كرواسون بط، يشربوا نبيز، ياكلوا جبنة، وبياكلوا السنيلز. الفرنسيين بياكلوا اكتر من 25 الف طن سنويا. لو عرفت يا مشمش ما تعرفش، فرنسا فعلا اكلها حلو. كفايه كلمه بونابيتي غاليه شويه بس حلوه. بس انت مش جاي تدور على الاكل الحلو بس، عايز تروح متاحف وتعمل جوله ثقافيه حلوه في باريس، مدينه فيكتور هيوجو وديبوسي. انت عايز تشوف لوح لماتيس ومونيه، ممكن تروح على البومبيدو، متحف الفن المعاصر في فرنسا. هذا المتحف الهلامي الحقيقه بجد تصميمه عبقري. اول ما تشوفه بتلاقي مواسير ومبنى زي ما يكون لسه تحت الانشاء، مع انه خلصان على فكره من بتاع 40 سنه، بس تدرك بعد كده ان هو معمول كده، قصد المهندسين بتوعه انهم يعملوه بالشكل ده. في منه فكره عزيزي المشاهد الجميل، لو ما عجبكش شكل المبنى فخليني اقول لك ان الفن المعاصر مش شرط يسحرك بجماله. الفن المعاصر لو ليه وظيفه فهي يمكن انه يسيبك بانطباع او يخليك تفكر، وهو ده جمال البومبيدو. مجله ناشونال جيوغرافيك بتقول على تصميم المبنى انك بتقع في حبه من تاني نظره، لاف فروم ذا سكند سايت، فمش سهل تنبهر بيه حبيبي من الاول. المهم عزيزي المشاهد مش عايزين نتاخر، يلا نلحق المترو اللي غالبا مش هيبقى شغال، لان الفرنسيين من اكتر الشعوب اللي بتعمل اعتصامات ومظاهرات وبيضربوا عن العمل. المهم عزيزي المشاهد يلا بسرعه، عايزين نلحق المتحف، متحف اللوفر العظيم. مش انا عارف المتحف شكله حلو من بره، بس محتاجين ندخل قبل ما يقفل. يلا تخش ايها المشاهد وتشوف العجب. لما تطلع على السلم تلاقي هذا التمثال الرخامي المهيب لنايكي، دي كانت آلهة النصر عند الاغريق، وهي زي ما تكون على مقدمه المركب فتحة اجنحتها اللي بالمناسبه جناح واحد الجناح التاني مكسور. تشوف تفاصيل النحت سواء في الجناح او في اللبس اللي بيتطاير على جسمها، حاجه في غايه الجمال، خاصه انها كبيره جدا وتلاقي الناس واقفين تحت كده عمالين يصوروا. جميله يا الهه النصر، تقول ايه ده، ايه الجمال ده، ايه الفن ده. عزيزي المشاهد انت لسه ما شفتش حاجه. امال لما نبص على احد لوحاتي المفضله الرافت اوف ميدوسا للفنان ثيودور جريكو. عزيزي المشاهد انظر الى هذه العظمه، هذه العظمه مبنيه على قصه حقيقيه مقتبسه عن حادثه حصلت سنه 1816 147 واحد اتحطمت سفينتهم وفضلوا بالوضع اللي انت شايفه ده 13 يوم، لا اكل ولا ميه، كل اللي على السفينه ماتوا ما عدا 15 واحد، بقوا عطشانين وجعانين لدرجه انهم بداوا ياكلوا في لحم بعض. تشوف في اللوحه واحد رجليه مقطوعه وناس ميته، ناس فقدت الامل وناس ثانيه كلهم امل ان السفينه اللي جايه تشوفهم فتنقذهم. يقال ان جريكو ذاكر كتير جدا قبل ما يرسم اللوحه دي، قابل الناجيين وذاكر كويس جثث الضحايا عشان يشوف شكلهم ولون بشرتهم، عمل بجد بجده عظيم. تخيل الدحيح بقى لما يقول على حاجه عظيمه، يا نهار ابيض يا نهار ابيض. طبعا تقول ايها المشاهد الله انا مبسوط قوي، عزيزي المشاهد لسه في زيه كتير. طول ما انت ماشي تشوف لوحه تنصيب نابليون لجاك لوي دافيد، فنان نابليون الرسمي، ده كان زي المصور الرسمي كده للامبراطور، واخد لوحه نابليون المشهوره اللي هو بيبقى قاعد على الحصان كده دي، عارفها. ولو لفيت شويه كمان في المتحف هتجد حاجات كتيره للنينجا تيرتلز اللي هو مايكل انجلو ورافائيل، والنحات الايطالي دوناتيلو ودافنشي اللي هو ليوناردو. ايه ده صحيح، انا عايز اشوف الموناليزا بتاعه ليوناردو دافنشي، اشهر لوحه على هذا الكوكب.
كوكب تمشي ورا الأسهم كلك أمل، الحماس جواك، الأدرينالين بيعلى، فتلاقي لوحة عملاقة كبيرة جدا The Wedding Feast at Cana. عزيزي المشاهد، دي أكبر لوحة في متحف اللوفر، خد وقتك في الفرجة على التفاصيل. ولا يبدو إن الموضوع صعب شوية؟ لا ليه كده يا أبو حميد؟ أنت مش شايف في طابور مزعج قدامها؟ مش صوتهم عالي، طابور طويل. يوه، كل ده عشان الناس تشوف اللوحة دي الكبيرة دي العظيمة دي. أمال الموناليزا هيبقى قدامها طابور قد إيه؟ أشهر لوحة في العالم، دي اللي حرفيا الناس واقفة على بابها طوابير. جميلة سذاجتك والله أيها المشاهد اللي بتبان كيوت. عرس كان اللوحة الكبيرة دي قدام الموناليزا، الطابور اللي واقف ده واقف عشان يلقي 30 ثانية من وقته أمام الموناليزا ويمشي. واحد يقول لي ألا طب أنا روحت يا أبو حميد وما كانش في موضوع 30 ثانية. عزيزي المشاهد، يمكن أنت كنت تروح في الشتاء فالدنيا فاضية فمش محتاج حد يمشيك، لكن عزيزي المشاهد على الأقل في بعض الأوقات وقت الانتظار بيوصل من ساعة لساعتين، فهم 30 ثانية ولو سمحت يلا يا أستاذ. غير كده عزيزي المشاهد، أنت بس روح لحد منهم وقول لهم لو دحيح هيعرفوك، يقول لك آه عارفه طبعا جوسي جوسي، أو بقول للموناليزا نفسها. عزيزي المشاهد، هذه اللوحة سنويا بيجي لها 6 مليون شخص. هذه اللوحة اللي حصلت على لقب أغلى لوحة في العالم لما تم السؤال على بوليسة التأمين بتاعتها كانت بقيمة 100 مليون دولار. تقول لي ألا يا أبو حميد بس دي رخيصة جدا يعني مقارنة بسعر لوحة دافنشي اللي اسمها سلفادور موندي اللي اشتراها وزير الثقافة السعودي الحالي بدر ابن عبد الله. اشتراها بكام؟ ب 450 مليون دولار. وباللون اللي كنت راسمها كان ايه اللي هيحصل؟ واللوحة دي المفروض بعد كده كانت تتعرض في متحف اللوفر بتاع ابو ظبي اللي بالمناسبة واخد توكيل اللوفر مقابل حوالي 500 مليون دولار، غير على حسب موقع السي ان ان 250 مليون دولار مصاريف تبادل اللوح، غير ان تكلفة الانشاء تخطت المليار دولار على حسب بعض المصادر، وده علشان بيعملوا اكبر متحف في شبه الجزيرة العربية. اللوح والفن في منطقة الخليج العربي حاجة روشة جدا دلوقتي. كنت بدور على اغلى لوح اتباعت في العالم، لقيت منهم على الاقل 5 لوحات متباعة القطريين سواء اشخاص او مؤسسات عندهم صفة رسمية او لا. المهم عزيزي المشاهد، مش عايزين نضيع وقت حضرتك، ولكن بصراحة الارقام كانت مغرية. انا نفسي ابقى غني عشان اشتري لوح كتير اعلقهم في الاوضه. على فكره عزيزي المشاهد، انا عندي هنا برضو لوحه للفنان ادوارد مانش. طبعا كان الورقه كانت بكام يا ربي؟ 3 جنيه 5 جنيه حاجه كده يعني. انا في الفن ما عنديش يما ارحميني. المهم عزيزي المشاهد، كنا بنقول ايه؟ الموناليزا بوليسه التامين بتاعتها ب 100 مليون دولار. واحد يقول لي الله وايه الابهار بعد كل الارقام اللي سمعناها دي؟ عزيزي المشاهد، الكلام ده من سنه 1962. عزيزي المشاهد، انت عارف الكلام ده قبل التعويم بقد ايه؟ ال 100 مليون دولار ساعتها يوازوا دلوقتي حوالي 800 مليون دولار. متخيل لوحة قيمتها ممكن توصل ل 800 مليون دولار، تقريبا مليار. فانتظر أيها المشاهد، انت لسه بأول الطابور. تنتظر وتنتظر وتنتظر وتنتظر. يا منى يا منى، احمد. انا احمد. هنا احمد. منى ردت عليا، ما تيجي ننزل القسم الفرعوني لحد ما يجي دورك. وبالرغم من انك كنت شايفها من الاول بس بتقول يمكن اما اوصل الموضوع يختلف. ده انت فعلا اخرك 30 ثانيه. ايه ده؟ انا اتنصب عليا؟ انا دافع 17 يورو عشان اشوف ده؟ احمد سيف بلاي، تنيلي بقى، دي صغيره قوي، دي قد كده ومحطوط عليها لوح واقي من الرصاص كبير قوي. هي دي اغلى لوحه في العالم؟ هو ده اشهر عمل للعبقري ليوناردو دافنشي؟ واحده قاعده عامله لي كده ومصورها 4:6 كمان، راح تاخد فيزا. انت حاسس ان امالك ارتفعت قوي بعد كل هذه اللوح وكل هذه التماثيل وهذا المعمار العظيم، وبعدين اهم عمل تشوفه يبقى عامل كده؟ انت تلاقيك قاعد مصبر نفسك دلوقتي وبتقول اكيد منى دي حد مهم عشان كده الناس مهتمين باللوحه. اقول لك ايها المشاهد الجميل، اولا منى ده مش اسمها، منى بالايطالي زي مدام كده في اول الكلام، اسمها ليزا جيكوند او ليزا جيكوند. طب ماشي، واحده مش مهمه، شكلها حلو عزيزي المشاهد، شكلها عادي يعني، في لوح اجمل بكتير. الست دي عزيزي المشاهد كانت مرات تاجر ومسؤول حكومي، هو حد مهم بس مش قوي. غالبا كان في علاقه بين هذا الزوج واهل ليوناردو بشكل او باخر، او ليوناردو كان عايز يشطب شقته ومحتاج فلوس 800 مليون فقبل انه يرسمها 800 مليون. يقال كمان انه ما سلمش الراجل ده اللوحه، خد اللوحه معاه وقام رايح قاعد في فرنسا، تقريبا الشقه هناك متشطبه جاهزه، او جاله نحتايه كده فرنسيه راح يعملها يعني يسترزق منها 800 مليون دولار. يقال كمان ان هناك خلاف اذا كانت الست دي نفسها هي ليزا جيكون ولا واحده تانية. 800 مليون دولار امريكي. يقال كمان ان في نسخ ودي ما كانتش النسخه الوحيده. 800 مليون دولار امريكي تاني. في نسخه في مدريد مش ليوناردو اللي عاملها، غالبا رونالدو اللي عملها. وفي نسخه بقى لها حوالي 30 سنه كانت مستخبيه في بنك سويسري وظهرت في 2008، واللوحه دي اغلب الاراء والدراسات اللي اتعملت بتقول ان ليوناردو نفسه هو اللي رسمها، وانها ايها المشاهد الجميل اللوحه اللي اتعملت قبل بتاعه اللوفر. اللوحه اللي بقى لها مستخبيه بتاع 30 سنه
معروفة بالايزنورث موناليسا. بعد ما سمعت كل ده تسألني الله لوحة يعني كويسة عظيمة بس عادية، يعني عادي اللوفر كله لوحة عظيمة لبنت جميلة بس مش فائقة الجمال ولا ذات منصب مهم ولا جوزها اخطر رجل في العالم، واللوحة نفسها عليها خلافات، وفي رأي ناس كتير دي مش احسن لوحة لدافنشي. الرجل على الاقل عنده بتاع 20 30 لوحة منها سلفادور موندي والعشاء الاخير، ودي حاجات عزيز المشاهد للمسيح نفسه اللي هو ممكن يكون اشهر شخص في التاريخ وديانته بيتبعها النهارده 2 مليار بني ادم. ليه بقى اللوحه بتاعت الست دي تبقى اشهر لوحه في العالم؟ ده لو ام صلاح ده عيالها مش هتبقى كده. عزيزي المشاهد خليني اقول لك ان كلامك فيه شيء من المنطقيه، هي لوحه عظيمه عاديه، فنان عظيم بس عاديه. اي نعم رسمه ومحطوطه في اللوفر وكل حاجه، اي نعم كانت في اوضه النوم بتاع نابليون بونابرت امبراطور فرنسا، اي نعم كانت مشهوره وسط المثقفين ومعروفه، بس مش للدرجه دي. تاني ما بقولش انها مش عظيمه، ولكن زي ما احكي لك كده على ادوارد ويتن، الناس العاديه ما تعرفوش، ولكنه شخص عظيم ومشهور جدا في مجتمع الفيزياء، ده ممكن يكون اهم عالم فيزياء عايش النهارده. اهو ده حال الموناليزا، كانت محطوطه حتى عادي جدا وسط اللوح. مش عايز اقول لك ان على حسب كلام المؤرخ دونالد ساسون سعر اللوحه سنه 1849 كان 90000 فرنك، ده طبعا رقم كبير ولكنه لا يقارن بلوحه سوبر ات ايمو لكارافاجيو اللي كان سعرها ساعتها 150000 فرنك، او ذا هولي فاميلي بتاعه رافائيل اللي قدر ثمنها وقتها ب 600000 فرنك. ليه بقى الموناليزا عامله الدوشه دي كلها؟ الحدث اللي يقال انه لخبط الدنيا وخلى الزهر يلعب مع الموناليزا ومصائب قوم عند نفس القوم ممكن تكون فوائد، حصل سنة 1911 لما اللوحة اتسرقت. الفنان لوي بارود كان ماشي كده في المتحف، هوب زي ما انت شايف في الصورة، شايف الصورة دي؟ ملاحظ كانت وسط لوحة عادي، خد بالك. فين اللوحة يا جماعة؟ محدش عارف. المتحف اتقفل لمدة أسبوع، تحقيق فين اللوحة؟ تحقيقات اتجاب فيها ناس كتير لحد ما اتقفش صاحب هذه العملة. مين؟ فينشينزو بيروتزيا. دايما عزيز المشاهد لما بقاش عارف انطق الاسم ومحط ايديا فوق وشي عشان محدش يعرف انا قلت ايه والكلام اما مكتوب، ما انا قلت انت اللي بتسمع غلط بقى، كان انا قلت بالنطق الصح. المهم هذا الرجل المفروض ان هو كان مسؤول على انه يعمل اللوح الازاز اللي بيغطي اللوحه، دخل عادي في اوقات العمل الرسميه، هي طبعا كون اللوحه صغيره كده طلع بيها وهو مخبيها في هدوم، يعني في الحقيقه يمكن جزء كبير من شهره الموناليزا كان عشان هي لوحه صغيره شويه، فالراجل كان سهل ياخدها ويكمرها في هدوم. يعني دافينشي لو كان اشتغل بضمير شويه اكتر وعمل اللوحه كبيره يمكن ما كانتش اشتهرت الشهره دي كلها. تقول لي طب عمل كده ليه؟ والله مش متاكدين قوي من الاسباب، ولكن يقال ان هو كان وطني وكان عايز يرجع شغل ليوناردو دافينشي لايطاليا، او كان عايز فلوس عادي، وبعض الناس كانت بتقول انه كان عايز يحصل ضجه عليها فسعرها يزيد، فحد هو يعرفه معاه نسخ ليها يقدر يبيعها. دي بعد برضه الحاجات اللي اتقالت. المهم اللوحه على حسب ما اتقال قعدت معاه حوالي سنتين، اللوحه دي غالبا اتحطت في اوضه النوم. نابليون بونابرت وحرامي، او نقدر نقول اتنين حراميه، ما هو سرقوا من عندنا كتير الفرنسيين ولكن علمونا برضه كتير، متخيل؟ لحد ما اتقفش وهو بيبيعها لمدير متحف في فلورنس، اتحكم عليه بست شهور في السجن وتحول لبطل في ايطاليا. بعدها ظهر حد جامد جدا كان بيقول ان هو اللي مخطط للعمليه وكان عامل ست نسخ طبق الاصل عشان يبيعهم في امريكا. كل دي احداث خلت اللوحه تتشهر جدا، لما الناس بدات تتكلم عنها يقول لك شفت يا جماعه ده في لوحه اتسرقت من اللوفر، شفت يا ابني مش عارف ايه، ويبتدي بقى بعض النصابين والمحتالين ما تيجوا نحاول نعمل منها نسخه ونحاول نبيعها، فيبتدي بقى تكتر النسخ، خلاص بقت فرنزي، كله بيتكلم عن اللوحه، كله بيتكلم عنها وعن سرقتها وعن انهم لقوها. قصه مثيره جدا، ناس كتير بتقول ان هي دي الحادثه اللي خلتها اشهر لوحه في التاريخ، وشهرتها دي ابتدت تعرضها لخطر اكتر فتتشهر اكتر. سنه 1956 واحد رمى طوبه عليها وكسر الازاز، وقبلها بكام سنه يقال ان واحد حاول يقطعها بمشط، وفي 1974 واحده ست رشت عليها سبراي احمر. يا لهوي عزيزي ارجوك ما تقلقش، بعد الكام حادثه اللي فاتوا اضطروا يحطوا واقي رصاص، ولك ان تتخيل بقى كل حادثه والتانيه من دول تحصل الاخبار تنتشر ويحصل قلق واللوحه تتشهر اكتر. قصه مثيره مش كده ايها المشاهد الجميل؟ كتاب هيت ميكرز بيتكلم على هذه الظاهره الغريبه، ايه اللي بيخلي حاجه مشهوره؟ ليه ديسباسيتو اشهر اغنيه؟ هل هي افضل اغنيه؟ ليه ممثل زي محي اسماعيل فجاه يتشهر؟ ليه فجاه الناس ترجع تفتكر عبد الغفور البرعي والمعلم سردينا وشنب احمد عبد العزيز؟ ليه فجاه الناس تفتكر عزمي واشجان؟ ليه حد يطلع في فيديو بيحط الملح بشكل معين فجاه يتحول لواحد من اشهر الطباخين في العالم وبيجي له ناس من كل حته تاكل عنده؟ مارادونا مثلا. بجد كمان ان في حاله زي حاله الموناليزا الموضوع شيق جدا، دي اتشهرت عشان كارثه. الكتاب بيتكلم على المرشح الامريكي دونالد ترامب اللي بيقول انه صرف 20 مليون دولار بس على الاعلانات للحمله بتاعته، ده رقم قليل مقارنه بجيب بوش ومارك روبيو اللي الكتاب بيقول انه صرفوا 140 مليون دولار على حملاتهم الاعلانيه، وبيقول ان بسبب اراء دونالد ترامب والجدل اللي بيثيره حصل خلال الانتخابات على ما يقدر ب 3 مليار دولار دعايه، متخيل؟ ما تتفاجئش يا عزيزي المشاهد لما تلاقي الكوارث والمثير للجدل بيعلوا قيمه حد دونا عن محتواه وافكاره وموهبته. في الماركتنج هناك مبدا بيقول ان الدعايه السيئه تظل دعايه، عشان كده عزيزي المشاهد تلاقيني اسير الجدل ولسه هسير الجدل عشان اعمل جدل. انتوا لسه ما شفتوش حاجه، لسه ما شفتوش
حاجة عزيزي المشاهد هو الدحيح. دحيح مثير للجدل. الحلقات اللي فاتت فيها حلقات مثيرة للجدل، والحلقات الجاية هيبقى فيها حلقات مثيرة للجدل، والمصادر فيها مصادر مثيرة للجدل. وما تنساش تشترك على القناة عشان تشوف الحاجات المثيرة للجدل أو المثيرة بس. منى يا منى يا موناليسا. سلام عزيزي المشاهد. اللوحة بتاعتي راحت فين؟ لا عزيزي المشاهد، أنا قصيت حد يسرقها عشان سعرها يغلى. Thank you.